اسمي عمران عادي، من منطقة طرابلس، من جبل المحسن. مشاكل طرابلس فوتتنا كتير بالحيطان، شباب ماتت إن كان من تباني ولا من جبل المحسن ولا من أبو سمرة ولا من البقار ولا من طرابلس عموما، ماتت لكذب لوهم. عايشونا حالي إنه نحن إذا أنا ما قتلت ابن التباني، ابن التباني على بكرة بده يطلع على بيتي يقتلني. واخر شيء اللي اتضح لنا انه لا انا ولا ابن التباني لنا علاقه بالموضوع، الموضوع هو مجرد شنتان مصاري بدهم يتبادلوا، مركز او كرسي نيابي بدهم يتخانقوا عليه، بدهم يشوفوا مين بده ياخذه، ما اكثر من هيك. للاسف نحن ما تعلمنا من ابهاتنا، وابهاتنا ما تعلموا من جدودهم، وصرنا عم نتورث نفس العقليه، هي العقليه القديمه. ما في عنا مين يقعد يوعي الشباب اللي طالع انه يا عمي ليه عم تعملوا هيك؟ وين واصلين بعدين؟ فيك تقولي ماديا وضعي مثل اي شاب حاليا دون شغل، ومرت فتره علي كثير بدون شغل بسبب الازمه اللي صارت بطرابلس، بسبب انه انت من منطقه كذا ما لازم تنزل لمطرح كذا. وصلت لمرحله يمكن خاف بابسط احلام الشاب انه يتجوز ياسس عائله، صرت بخاف من هذا الموضوع. بي حارب، جدي حارب، عمي حارب، خالي حارب، ابن جيراننا حارب، ابن اختي حارب، ابن مدري مين. طيب ما شفت حدا من اللي حوالي اللي حاربوا وصل لمطرح؟ ما شفت ابن زعيم استشهد؟ ما حدا عم يفهم شيء. جبل محسن تباني ما فيهم يستغنوا عن بعض. اذا بيجي مين ما بده يجي. اخر شيء هولي منطقتين في شارع بيناتهم، واحد منهم بده يمرق بهالشارع، ما في مجال، ما حيستغنوا عن بعض. في جملة على طول بتنقال بيقولوا فيها عطو عدو جدك ما بيودك، هو مثل. في ناس بدها تضل وراي مشان ضلها تفهمني انه هيدا ابن التباني يوم من الايام قوص على بيتنا وقتل ابي، مشان ضلوا في حقد بيناتنا، ضل في دم. ما في حدا عم بينسي هيدا الدم. حالم واحد ما في غيره. نفسي شوف اللي عم فكر فيه غير يفكر فيه بقى. نفسي ما اشوف مقصة سلاح، سلاح ما حينشل من اي مطرح، من ايام قديمه هو معنا السيف والترس. هلا لنشيله؟ كنا شلنا السيف والترس، ما كنا طورنا سلاح لهلا. سلاح ما حينشل. سهل نوصل لمطرح يكون في عقلية نتفق فيها مع بعض بقى. نوصل لحال، نوصل لشيء.